ربنا بيتكلم على الإنسان، بيكلم الملائكة، بيقول إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة. ربنا اختار إن هو يخلق الإنسان وإنه يخليه خليفة ليه في الأرض. فدي أول جملة اتقالت على الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة. فردت الملائكة قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ واحد، اتنين، يسفك الدماء، تلاتة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. خلينا نفهم يعني ايه الآية دي، وربنا عايز يعلمنا منها ايه. كل المخلوقات بتسبح، احنا متفقين على ده، وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. بحمده بحمده بحمده، يعني ايه؟ يعني ايه بحمده؟ يعني ايه؟ يعني بيسبحوا باسم الله الحميد. اوكي، وده يفسر لنا حاجات كتير. زي ايه؟ زي ان التسبيح بالحمد بيخلي فيه نعم، ولكن نعم من مصدر واحد. خلينا ندي مثال، مثلا الحيوانات، الحيوانات كلها بتسبح، بتسبح باسم الله الحميد. فربنا ضمن لها ايه؟ أكلها ورزقها وعيشتها وحياتها وولادها وكل الحاجات اللي موجودة للكائنات كلها. طيب، طب وبالنسبة لبقية التطور، الكائنات من ساعة ما ربنا خلقها هي عايشة بنفس النمط، بنفس الطريقة، بنفس الأسلوب. طب نشوف الإنسان، الإنسان البدائي اتخلق وكان موجود في الكهوف، وكان ما بيلبسش هدوم غير يا دوبك حتة جلد مغطي بيها عورته، وكان بيشرب في كوباية من حجر أو طبق من حجر أو طبق من خشب، وابتدى يتطور 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 كل ما ده شوية 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 شوية، ويتغير سلوكياته لحد ما وصلنا دلوقتي إن إحنا عايشين في بيوت ليها أبواب مقفولة، فيها تكييفات، فيها أجهزة، فيها تلفزيون، فيها نت، فيها 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 فيها. طب التطور ده حصل ليه؟ لأن إحنا بنسبح بأسماء الله كلها. تمام؟ فلو أنت عندك مشكلة في حياتك، فاعرفي إن المشكلة في التسبيح بالاسم المسؤول عنها. لو أنا عندي مشكلة في جسمي، أنا محتاجة اسم الله البارئ، أنا عندي مشكلة في اسم الله البارئ. لو أنا عندي مشكلة نفسية، فأنا عندي مشكلة في اسم الله الشافي. وده اللي بنعمله في الجلسات يا جماعة، ده اللي بنعمله في الجلسات. أي حد بيجي لي عنده مشكلة عضوية، بشتغل على الاسم الداعم للمشكلة دي. فلو هو عنده مشكلة عضوية، فبشتغل باسم الله البارئ. لو أنا عندي مشكلة نفسية، فبشتغل باسم الله الشافي. لو عنده مشكلة مادية، فبشتغل باسم الله الرازق الرزاق الغني الواسع. أوكي؟ طيب، يبقى كل المخلوقات بتسبح باسم الله الحميد، ولكن الإنسان بيسبح بكل أسماء الله الحسنى، وده اللي خلق فيه التطور اللي احنا بنشوفه دلوقتي. طيب، هو إيه التسبيح؟ التسبيح مش ان انا امسك السبحة واقعد اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وخلاص. التسبيح هو فعل. اوكي، التسبيح هو فعل ونية. يعني ايه؟ يعني انا بنوي ان انا اسبح باسم الله الغني. يعني ايه اسبح باسم الله الغني؟ يعني ادرك بكامل حواسي ان هو مصدر الغنى، ان اتصالي بالاسم هيوفر لي الغنى، وان تعددت الطرق اللي انا بمشي بيها. ان افرق ما بين سعي النفس وافرق ما بين سعي الجسد. كلنا بنعمل سعي بالجسد، وبالتالي نتائجنا مش احسن حاجة. لكن وانس ان احنا قدرنا نفعل سعي النفس، وندرك ان كل نفس ليها جزء هي مسؤولة عنه، وانس ان هي ادركته، اول ما تدركه هيحصل ايه؟ هيحصل وصول للهدف اللي انا عايزة اوصله. طيب، معظمنا يا جماعة بنسبح التسبيح الغلط.
يعني ايه بنسبح التسبيح الغلط؟ يعني ان انا اقول انا عايزة وظيفة، انا عايزة وظيفة، اني اطلب وظيفة معينة. طب انت عايز الوظيفة ليه؟ عايز الوظيفة عشان يبقى عندي فلوس اصرف بيها. غلط. طب ايه الصح؟ الصح ان انا ادخل احط ربنا في المركز، اقول انا عايز الوظيفة عشان افعل اسم الله الغني، عشان افعل اسم الله الواسع، عشان افعل اسم الله الرزاق، عشان استغنى بالله عن كل خلق. اوكي، يبقى بحط النية للاسم اللي انا عايزة افعله. نرجع تاني لمشهد خلق آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، وردت الملائكة. يجي ربنا يقول إيه؟ يؤمر الملائكة بالسجود، فاسجدوا لآدم. السجود هنا مش سجود عبودية، مش زي ما الملائكة بتسجد لله أو زي ما إحنا بنسجد لله، ولكن سجود تسخير. تمام، يبقى ربنا أمر الملائكة إنها تتسخر لينا. أوكي، يبقى أول خطوة إنه علمنا الأسماء كلها، أسماء الله كلها. تاني خطوة إنه سجد لنا الملائكة وسخرهم لنا. تالت خطوة عرض علينا الأمانة. إيه الأمانة؟ الأمانة هي المشيئة. إحنا الكائن الوحيد اللي ربنا خلقه اللي عنده مشيئة وإرادة. تمام، عنده مشيئة. فبالتالي يا جماعة، الناس اللي بتجيلي عندها سحر، عندها مس، مقتنعة ان هي عندها مس عاشق، مقتنعة ان هي مش عارفة ملبوسة من مين، مين عمل لها سحر، مين عمل لها حسد، مين، الحاجات دي كلها موجودة، ولكن انت المسؤول عن دخولها حياتك، انت اللي شئت، انت اللي اردت. اوكي، يبقى الاول الخلق، التاني التعليم، التالت التسخير، الرابع المشيئة. الوحيد اللي بيقدر عند كان الوحيد اللي عنده مشيئة هو الانسان. زي ما قلنا، يجي ربنا يقول ايه؟ اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. يعني هنا في ايه؟ في مشيئة. مش هنلاقي جملة المشيئة دي مع اي مخلوق تاني، لا الملائكة ولا الجن ولا ابليس ولا حد تاني. ويرد القرآن تاني ويقول لابليس لما رفض السجود ورفض التسخير، يقول ايه؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. إلا من اتبعك. يبقى أنت بتروح للشيطان بإيه؟ بمشيئتك، بإرادتك. أنت بتروح للسحر بإيه؟ بمشيئتك، بإرادتك. أنت أردت، أنت شئت، أنت سمحت. أوكي؟ فأي وصف ربنا وصف فيه الإنسان في القرآن كله جه سلبي. نقول مثلا إيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا، سلبي. إذا مسه الشر جزوعا، سلبي. وإذا مسه الخير منوعا، سلبي. تمام؟ إلا المصلين. يعني إيه؟ يعني أنت سلبي لحد ما تفعل نظام الإيمان. أوكي يا جماعة؟ يبقى إحنا كده أول نقطة، ربنا خلقنا في الأرض خليفة. نمرة تاني نقطة، إدانا الأسماء كلها، علمنا الأسماء كلها. تالت نقطة، خلانا لينا القدرة إن إحنا نسبح بأسماء الله اللي إحنا عايزينها تتجلى في حياتنا. رابع نقطة، سخر لنا الملائكة. خامس نقطة، إدانا المشيئة والاختيار. ووقفنا عند نقطة تفعيل السيستم. يلا بينا نفعل السيستم الإيمان. أول حاجة لازم نكون عارفين ومتأكدين إن إحنا خليفة الله في الأرض. يعني إيه أنا خليفة الله في الأرض؟ الجملة دي يا جماعة غيرت لي مسار حياتي.
الجملة دي أول ما سمعتها غيرت مسار حياتي، لما أدركت إن أنا خليفة لله في أرضه. معنى كده إن أنا مش دوري إن أنا أقعد أتفرج على الأحداث وهي بتمر حواليا وأنا رافعة إيدي، أنا خليفة، أنا جاية أصلح الأرض، أنا خليفة الله، أنا بستمد قوتي من اللي أنا خليفة ليه. خلينا ندي مثال أرضي، أنا بشتغل في شركة وأنا نائب المدير العام، فأنا نائب المدير العام، معنى كده إيه؟ إن أنا ليا صلاحيات المدير العام ولكن بنسب. أوكي؟ نفس الفكرة، فإن أنا خليفة لله، أنا خليفة لله، فأنا عندي جزء كبير من اللي ربنا خلقه فيا من صفاته، فأنا محتاجة إن أنا أتعامل مع القوة دي، أنا حد قوي، أنا خليفة الله. علشان أطلع من أي وصف سلبي اتحطيت فيه، سواء كان جزوعا هلوعا خايف قلقان مضطرب مش متصل نفسيتي تعبانة عندي اكتئاب عندي سحر عندي ايا كان الوصف السلبي اللي انا اديته لنفسي او حد اداهولي، لازم اطلع منه. طب اطلع منه ازاي؟ بان انا افعل برنامج الايمان. ايه هو برنامج الايمان؟ ربنا قال ان احنا عشان نؤمن لينا اكتر من خطوة. اول حاجة اؤمن بالله. طيب الناس يا جماعة اللي لسه عندها شك او لسه بتحاول تستدل على الله بالحواس، انتوا بتضيعوا وقت، الله لا يدرك. لا يمكن ان انا ادرك الله بحواسي. ونشوف ده في الأنبياء. سيدنا موسى لما كان، سيدنا موسى كان كليم الله فسمع صوته، فقال له إيه؟ قال له ربي أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك. فربنا تجلى للجبل فجعله دكة. يعني إيه؟ يعني مهما كنا متصلين، مهما كانت صفاتنا، صفاتنا البشرية ما تقدرش تتحمل إدراك الله، إن أنا أدرك الله. فإحنا ندرك، بنؤمن بالله ولا ندركه، بنؤمن بيه إن هو مصدر الكون، إن هو مصدر الوفرة، إن هو مصدر الطاقة العليا، أعلى طاقة موجودة في الكون هي الله. كل المعلومات دي ربنا حطها جوه الـ DNA بتاعي. طب ليه بسمعها كأني بسمعها أول مرة؟ لأن الشيطان بينسيها لك، هو دوره ينسيك ودورك إن أنت تفتكر. دور الشيطان إنه ينسيك حقيقتك وإن أنت خليفة الله، ودورك إن أنت تفتكر ودورك إن أنت تفعل ده. يبقى أول مرتبة في الإيمان إن أنا أؤمن بالله. تاني حاجة الملائكة. أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل الله. الملائكة، الملائكة معظم الناس بتخاف منها أو بتخاف تقول إنها موجودة، مع إن هي جزء كبير من التسخير. الملائكة حوالينا طول الوقت في كل مكان، ولكن إحنا بندور نتكلم على إيه؟ بنتكلم على الشياطين، بنتكلم على الجن، بنتكلم على الأبلسة، بنتكلم على الطاقات السلبية، بنتكلم على السحر، بنتكلم على الحسد، وبنغفل دور الملائكة. ولكن هما موجودين، وهما موجودين حوالينا. اطلبوا تسخيرهم، اطلبوا منهم يساعدوكم. الملائكة تسخيرهم قوي جدا، وبيحاولوا يتواصلوا معاكم بطريقة أو بأخرى، يقولوا لكم إن هم موجودين. وفي ناس بتشوف أرقام متكررة بشكل كتير، دي رسائل من الملائكة. في ناس بتشوف ريش في أماكن غير متوقعة، دي رسائل من الملائكة. إن أنت تبقى ماشي في طريق فتلاقي حاجة بعدتك عنه، وبعد كده تعرف إن الطريق ده ما كانش أحسن حاجة، ده تسخير من الملائكة. يبقى تاني درجة في تفعيل برنامج الإيمان إن أنا أؤمن بالملائكة. تالت حاجة الكتب. كتب ربنا، إن أنا أؤمن إن القرآن كتاب الله، كلام الله اللي ما فيهوش غلطة، ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا،
ان هو كتاب الله اللي جاي من عنده، منزل من عنده، ما فيهوش غلطة، ده الايمان بالكتب، وان هو كلام كاتبه كلام الله. الايمان بالرسل، الرسل يا جماعة كلهم مسلمين، خلينا نتفق على ده، كل الرسل مسلمين، مفيش رسول بيتبع ملة غير الإسلام، ولكن تختلف الملل على العقائد. يعني في ملة المسيحية، في ملة اليهودية، في ملة البوذية، في ملة كذا 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 كذا، كل دول ملل، ولكن الدين عند الله الإسلام. كل الرسل نزلوا مسلمين، واللي سمانا مسلمين هو سيدنا إبراهيم. علشان نقدر نوصل لتفعيل اسم معين من أسماء الله الحسنى، لازم نكون مدركين إن هو ده البرنامج. طيب لو إحنا مؤمنين بفكرة سلبية، إيه اللي بيحصل؟ نتكلم طاقيا ونتكلم دينيا. أول حاجة، أنا مؤمنة إن أنا مثلا حد مؤمن، بلاش أنا عشان ما تنعكسش عليا، حد مؤمن إن عنده سحر، ودي حالة قابلتني وكلمتني واشتغلت لها كذا جلسة، وهي مقتنعة إن عندها سحر. يا بنتي ما عندكيش سحر. لا أنا عندي سحر. يا بنتي ما عندكيش سحر. لا أنا عندي سحر. هي خلاص مقتنعة بده. طيب إيه اللي بيحصل لما بقتنع بفكرة؟ أما بقتنع بفكرة بتتحقق، وهو ده التسبيح. هو ده التسبيح، التسبيح اقتناعي، وإن أنا أتبنى فكرة معينة، هو ده التسبيح. فهي سبحت بأن عندها سحر، فيجي رد القرآن يقول إيه؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي أمنت بفكرة، فيجي ربنا يقول إيه؟ هننفذ لك الفكرة اللي أنت عايزاها. أنا مؤمنة حد متجوز مش متجوز وعايز يتجوز ومؤمن ان هو مش هيتجوز، خلاص وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الفكرة اللي انت امنت بيها هي اللي هتتنفذ. طب عايز فكرة تانية تتنفذ، امن بالفكرة التانية، امن بالفكرة اللي انت عايزها تتنفذ، مش باللي انت مش عايزها. يعني زمان مثلا كنت اقول انا مش عايزة يبقى عندي كذا، انا مش عايزة يبقى عندي كذا. طب انت عايزة ايه اصلا؟ فابدأوا حضروا افكاركم اللي انتوا عايزينها تتنفذ، اللي انتوا مؤمنين بيها، امنوا بالاسماء اللي انتوا عايزينها تتجلى في حياتكم. اوكي، دي كانت السيشن بتاعت النهاردة. انا هقفل التسجيل، ولو حد حابب يشارك يتفضل يشارك معانا.